بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشجع الرجال وأقوى الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إحنا في البداية ما نصل صيفات شغل جعان، محمد زين بريمو البود اللي اسمه بقال ده ما حقتنا، لكن الشغلة بقت يعني شوية كده لازم الزول يقوم يوضح بعض الحقائق ممكن تكون غايبة على الناس. فرسالتنا للمواطن السوداني الشريف، قاصدين بالشريف دي تحتها 10 خط، مواطن السوداني رغم الألم ما مد يده على حرام ولا دعاهم مع مليشي العفن، ده ان احنا قاصدين برسالتنا. الحاجة الأولى، احنا عارفين حجم المعاناة اللي انتوا بتعانوها قدر شنو، وعارفين انه تأخير حسم المعركة ساعة واحدة بيزيد حجم معاناتكم انتوا قدر شنو، لأنه ببساطة احنا ما جايين من كوكب تاني. المواطن النظامية دي في الأصل جزء من المجتمع السوداني، وأسرنا الآن معاكم ووسطكم بيعيشوا نفس الظروف اللي انتوا بتعيشوها، سواء كانت أمنية أو كانت اقتصادية أو صحية بيعيشوها، ويمكن أسوأ، لأنه نحن أرباب الأسر دي والمسؤولين منها. نحن المسؤولين منهم في الميدان في الصفوف الأمامية، وخليناهم ورانا في ظروف ما يعلم بها إلا الله. فالنظرية بتاعت إنه الجيش بيبيع والجيش خان والكلام ده، دي حرب إعلامية ممنهجة بآلة إعلامية مأجورة، الناس ما تلتفت لها. ما في كلام زي ده، الجيش لو داري بيع كان باع من سنة 56. لو داري بيع كان باع من أول طلقة. كان باع. كان أسهل من أنه يبيع في الوقت الحالي. المعركة دي معركة معقدة، تعقيداتها كثيرة جدا، يعني ابتداء من أنها حرب المدن أساسا معارك معقدة، دونكم روسيا وأوكرانيا إسرائيل وغزة، رغم إمكانيات الدول دي ما قدرت تحسم معارك حرب المدن في سنين. الحاجة الثانية، إحنا حاليا ما قاعد نحارب في قوات الدعم السريع، قوات الدعم السريع المعروفة اللي عندها نمرة عسكرية والكانت يوم 14 قاعد، دي أصلا انتهت من اول شهر بتدمير معسكراتها وقوات الضاربه، زمان كان بتهجم المعسكر ب 600 عربيه و700 عربيه، الزمن ذاك ما في سلم. نحن حاليا بنحارب في مرتزقه بتاع اكثر من 10 دول، 10 دول بنحارب فيهم، قاعد يقابلونا نحن حاليا في الميدان، يعني هسه احنا حاليا موجودين في الميدان في الاحياء شغالين شغل العمل الخاص. ف10 دول في منطقه اصلا الفتره اللي فاتت اكثر تجاره رابحه فيها كانت تجاره حرب الدول. التجارة بتاعت الحروب هي اللي كانت راجحة، ليبيا، اليمن، سوريا، غيرها من الدول، جنوب السودان، يعني للأسف حاليا مرتزقة جنوب السودان موجودين، تشاد، أفريقيا الوسطى، مالي، كلهم موجودين، زيادة على آلاف اللي انتم بتعرفوهم اللي كانوا في السجون لما ترشقوا السجون طلعوهم، حاليا هم اللي قاعدين في الميدان وشايلين السلاح، بالإضافة للمواطنين ذاتهم في الدول دي. بالإضافة إحنا بنحارب في مخابرات بتاع الدول، الصراع بتاع المحاور مخابرات دول إحنا بنحارب فيها بإمكانياتنا المحدودة، وبعد ما في زول سلم ولا في زول، الآن في ضباط وأفراد في الميدان في الخرطوم وسرهم في مدني ما عارفين خبرهم شنو، ما عارفين إنهم مش وين، ما عارفين عنهم أي حاجة، وبعد ده قاعدين في الميدان وما شايلين سلاحهم وبكاد، فما في حاجة اسمها خان وباع. الحرب زي ما قلنا حرب معقدة جدا. الحاجة الثانية، احنا بنقاتل بعقيدة قتالية، يعني احنا الليلة لو ماشيين نهجم العدو في منطقة لقينا مواطنين ممكن نقيف ما نهجمه حرصا على سلامة المواطن. العدو ما بيعرف كلام زي ده، العكس بيشيل المواطن كرهينة وكدروع بشرية عشان تحميه منها. فدي كلها أسباب مجتمع تخلي الحرب شوية تطول، لكن احنا عندنا صيغة كاملة حتى لو تزلزلت الارض من تحتنا ما بنشك في ان نصر الله سبحانه وتعالى للحق طرفة عين. الحق منتصر، ما في باطل بينتصر على حق، ما في باطل بينتصر على حق، وممكن يكون في نفر نفرين ثلاثه باعوا خانوا اي تفاصيل زي دي، وده امر طبيعي، يعني من زمن الرسول عليه الصلاه والسلام عبد الله بن ابي بن سلول ده ما كان من حته ثانيه، كان بيصلي ورا الرسول عليه الصلاه والسلام، كان من المنافقين، فعادي ممكن تلقوه. المطلوب من المواطن السوداني شنو؟ أول حاجة الصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين من دون أي حاجة، شوف في آيات كثيرة ثانية تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فالصبر. الحاجة الثانية الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن. في أسباب للنصر لكن في النهاية نصر بيد الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم. النصر مربوط بنصر الله سبحانه وتعالى.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ناس تراجع نفسها، تراجع دينها، فالتاني دي أسباب النصر. العمل الميداني خليكم واثقين تماما، إحنا والله الناس دي وراهم صباح مساء، تفاوضنا معاهم بالبنادق دي، ده التفاوض اللي بنعرفه معاهم، تفاوضنا معاهم بالبنادق دي، وما جينا لنصرة لزول، لا جينا نصرة لبرهان لا لغير برهان. إحنا جينا نصرة للمستضعفين في الأرض الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، جينا نصرة لحرائرنا اللي اغتصبوهم، جينا نصرة للسبايا المجار مدلوس مرحلتين، بيخطفوا المرأة بيودوها برا السودان يبيعوها برا السودان، فنحن جينا لدي